الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم أمين. ثم أما بعد، فإن موضوع هذه الليلة فاصل حول الفتوى والاستفتاء. يستقبل المفتون في هذا البلد أسئلة كثيرة متنوعة، نعم، وتتزاحم عليهم الاستفتاءات من كل صوب وحدب. ففي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سوف نلقي الضوء على هذه القضية وعلى بعض معالم الرشد الهادية في هذا المجال. أولا، إن مقام الإفتاء مقام جليل. أول من تولاه رب العالمين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاء، فأول من تولى الفتوى هو الله عز وجل. ثم أفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمعت في فتواه مجلدات من صحاح الحديث. نعم، ثم تتابع أهل العلم والدين عبر القرون في الإفتاء في النوازل والمستجدات وكل ما يعرض عليهم ويسند إليهم من قضايا ومن نوازل. مقام الإفتاء مقام جليل. الفتوى إخبار عن حكم الله عز وجل. فرق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، لكن القضاء إلزام به. القاضي عنده سلطة وعنده شرطة وعنده دولة، فتستطيع أن تحمي حكمه وأن تضعه موضع التنفيذ. المفتي مبين فقط، يسأل فيجيب. وإن من أكبر الكبائر أن يقول أحد عن الله ما لا يعلم، مفتيا كان أو غير مفتي. إن الله جل وعلا رتب المحرمات والفواحش فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المسارعة إلى الفتية والتزاحم عليها ليس منهج السلف الصالح، ولم يكن من هديهم ولا من دابهم. إن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كان يقول لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، وما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولهذا سبحان الله يعني تقرأ لكثير من السلف عبارات في بعض المسائل الواضحة يقول فيها ما ينبغي له ذلك، أحب له ذلك، أكره له ذلك، لا يعجبني. يحاول أن يتحاشى المصطلحات الشرعية القطعية، الحل والحرمة. نصب أعينهم قول الله جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما يستطرد مالك بن أنس فيقول ولقد أدركت أهل العلم والفقه في بلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. نعم، ورأيت أهل زماننا، كام أيام مالك بن أنس يقول ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه وفي الفتية ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا.
كله مسجل. إذا كانت الكاميرا البشرية تسجل فكيف بالكاميرا الربانية؟ نعم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه. وكل كاتب وكل خطيب وكل محدث وكل مفت سترعض عليه هذه الآثار عندما يوقف بين يدي ربه عز وجل ويسأل عن كل شيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من إنجازاته في هذا المقام، وهو المرجع المعني بالفتيا في النوازل في نورث أمريكا، أصدر وثيقة شرف للفتوى والاستفتاء، جملة من المعالم والضوابط اللي تضع على طريق الفتيا إشارات مرور ومعالم رشد، خاطبت المستفتي وخاطبت المفتي، نبهت هذا ونبهت ذاك في كلام مرتب جميل، أرجو أن ننتفع به في ليلتنا هذه إن شاء الله. وسنبدأ بالنسبة للمستفتي السائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تكون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة شبهة، وليس مجرد الإعنات وتزجية الأوقات. لن تجي تمتحن المفتي ولا تستسقطه ولا جاي تدردش معه. الواجبات أكثر من الأوقات، وكل واحد يستشعر أن له في وقت المفتي حظا ونصيبا. إحنا قبل المغرب بدقيقتين اثنين سائلة تتصل، ممكن نأخذ منك يعني أنا عايز 10 دقائق 15. يا سيدتي إحنا الآن سندخل على 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 صلاة المغرب، طب بعد المغرب بعدها محاضرة، طب بعد المحاضرة فيه قعدة تانية أسئلة وأجوبة بعد الصلاة، طب إن شاء الله العشرة والنصف. يعني الأوقات موزعة بالكاد لكي تستوعب. ونقول إن أعمال الفتية في هذا البلد من جنس أعمال المطافي وأعمال الإسعاف، لأن وراء كل فتوى حريق، وراء كل معظم المسائل والمشكلات التي ترفع إلى المفتين خلفها حرائق، وخلفها قضايا شائكة، خلفها قضايا شائكة وبيوت مشتعلة ونفوس مضطربة، وتحتاج من الفتية وتحتاج من المفتي أن يبذل من وقته ما يطفئ به هذه الحرائق وما يسكن به هذه الثائرة. وحق لهم أن يستشعروا أن لهم في وقت المفتي حظا ونصيبا، فالمفتون وقف على الأمة، خاصة إذا كانوا مغتربين خارج بلاد المسلمين. وأصلا شرعية مقامه خارج بلاد المسلمين مرتبطة بهذا الدور، إذا أداه كان لوجوده مغزى وكانت لإقامته شرعية، إذا نقص أو تردد أو انزوى فخير له أن يشد الرحال. القضايا اللي أنا بنبه ليها نفسي وإخواني لا تحتجب دون حاجة الناس، لا تغلق الهاتف دون السائلين والمستفتين، خليش الشخص يطفح الدم عشان يوصل لك. لابد نكون فعلا، لابد نكون ايزي، ان تكون سهل الوصول ليك، لان تاتيك فتوى ان واحد في المستشفى هيرفعوا عنه اجهزه انعاش. هل هذه الفتوى تحتمل التاخير؟ تحتمل الدلع يعني؟ تحتمل النوم؟ لا تحتمل. فانت توقع ان كثيرا من الاسئله من هذا الجنس ومن هذا القبيل. ومن احتجب دون حاجه الناس احتجب الله بدون حاجته. طيب هنشوف مع بعض ما هي الضوابط والمعالم التي تخاطب أو يخاطب بها المستفتون. أولا كون يعني كما قلنا كون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة اشتباه، ليس مجرد الإعنات وتزجية الأوقات. المسألة الثانية البيان الدقيق للنازلة،
ما هو نحن لا نعلم الغيب، أنا أسمع منك وأصغي لما تقوله جيدا لكي أحسن تصور النازلة والموقف لكي تأتي الفتوى بإذن الله تعالى دقيقة مطابقة لمقتضى الحال. إذا ذهبت إلى طبيب وزيفت وعيه وغيبت عنه شيئا مما تعانيه فلا تلومن إلا نفسك، أنت تعقر نفسك وتطلق الرصاص على ساقك، ولا تحسبن نفسك بمفازة من العذاب. انتبه لهذا المعنى جيدا. المفتي أسير المستفتي، على قدر دقة السائل المستفتي في عرض مسألته على قدر دقة المفتي في سوق الجواب المطابق لمقتضى الحال. مسألة مهمة، إنك لما بتسأل أنت عايز تعرف حكم ربنا فعلا، مش أنت عندك أصلا قرار أنت اتخذته سلفا وبتعمل شوبينج بين المفتيين وبين مواقع الفتوى وبتدور على الشخص يمكن تتكعبل في واحد يقول لك اللي أنت يفتيك بما يطابق الموقف الذي قررته سلفا، حتى لو صادفك هذا فأنت عابد لهواك ولست عابدا لمولاك. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فهو فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى. فجيت تقول يا إخواني يا مشايخنا دلوني كيف أعبد ربي، كيف أرضيه، كيف أتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطاعة أهل العلم فيما يصدر عنهم باعتبار مجرد وسائل وذرائع ووسائط نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. أنت عندما تسأل فقيها مالكيا أو شافعيا، مالك والشافعي فوق رؤوسنا جميعا، كتب الله لهم لسان صدق في الأمة كلها، باعتبار وسائط وذرائع تعرفنا من خلالهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم به في القضايا المختلفة. لكن المقصود ليس مالكا ولا الشافعي، المقصود إمام الأئمة وسيدهم وسيدي وسيدكم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو المقصود في نهاية المطاف. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. اتباع من يغلب على ظنه أن يفتيه بحكم الله وسبيله إلى هذا أن يقصد إلى الأعلم والأورع. المتصدرون للفتوى كثر، وينبغي أن يعمد إلى أوثق من يغلب على ظنه. مسألة طبعا مسألة اجتهاد، ونحن نتكلم عن عامي، بما يغلب على ظنه أن هذا هو الأورع والأعلم. وعندما تختلف عليه فتاوى المجتهدين الترجيح بينها بالأعلمية والأفضلية. سبحان الله، تقرأ في كتب أهل العلم كلام عجيب جدا، يقول لك الفتوى تناط بالمجتهد. الأصل أن الفتوى تناط بالمجتهد، يعني اللي عنده القدرة الفقهية الجبارة والواسعة دي جدا، ودول أندر من الكبريت الأحمر. يعني قالوا فإن عدموا فالأمثل يعني إذا مش موجودين، وهم فعلا مش موجودين في مثل مجتمعنا هذا، بل ربما يكون على يعني على دائرة أوسع جدا، فإن عدموا فالأمثل يعني أرشدهم أعلمهم أدينهم أورعهم أتقاهم. من المهم جدا أن تتجنب القفز من مفتي إلى مفتي ومن موقع إلى موقع، بيعمل حيرة، بيستجلب لك وساوس قهرية وهواجس مرضية، وتدخل في محارق ومهالك أنت في غنى عنها. فبالله عليك إذا نزل بك نازلة أحسن الاختيار واعمل إلى هذا الذي تختاره مباشرة واصدر عن قوله، ولا تكثر القفز بين المفتين ولا بين مواقع الفتية. ستتشعب بك السبل، تختلط عليك يعني الآراء، وأنت ما عندكش القدرة على التمييز والتدقيق والترجيح، خش في محرقة ما انتش قدها. فلابد أن تحسن الاختيار من البداية
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن إذا بقيت في نفسك ريبة، من حقك تفضل تسأل. أنت سألت عالم في أفتك ولسه قلقان، لسه مش مطمن، من حقك بل من واجبك أن تسأل، لا تزال تسأل حتى تزول الريبة وتتحقق الطمأنينة. وإن لله واعظا في قلب كل مؤمن. يعني أيضا مما يذكر في هذا المقام إنك تتجنب من المسائل ما لا يكون العلم به نافعا ولا الجهل به ضارا. مسائل أصحابها بتعرف علمي دردشة بس، فلوقات لا ينبغي أن تزاحم لا وقت المفتي ولا أن تشغل وقتك أنت بتتبع مثل هذه القضايا، وانت قد تكون بعض فروض الأعيان غايبة عنك، وبعض أساسيات الدين مجهولة عندك، أو بعض الفروض. يعني مثلا ما ينفعش ان واحد يبقى في عمرنا ده وما عندوش أحكام التلاوة مثلا، فبدأ من أن تتبع نوافل الأقوال اللي جالسة تعلم فيها كيف تحسن قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة. واحد إخواننا كان عامل مشروع محو أمية الأمة في قراءة القرآن الكريم، في محو أمية في عالم القراءة والكتابة، في محو أمية أخطر وأهم، يعني أن الأمة تعرف تقرأ كتابها. إحنا عندنا حتى التلفاز بيأتي بصور مذهلة لشخصيات كبيرة حولها هالات وشارات، ويقرأ آية ويفضل يقلب وينحت ويطلع وينزل فيها ومش ظبط معاه فإنسان عاش وبلغ من الكبر عتية وإلى الآن ما يحسنش قراءة القرآن الكريم، عار وسوءة وعورة يجب أن تستر. فالناس تهتم بهذه القضايا أولى بها من الدخول في بعض الترفيات العلمية التي لا ينبني عليها عمل، لا العلم بها نافع ولا الجهل بها ضار. وكل مسألة لا تنبني عليها عبادة لله عز وجل الخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. التجنب إقحام المفتي في معركة ما كانش فيها طرف وما خدش عنها خبر. أحيانا في مشكلة بين اثنين في الجامع حول قضية علمية أو يعني غير علمية، فيأتي ضيف خالي الذهن ما عندوش فكرة إيه اللي حاصل في الجامع، راح يحضر بسؤال على الملأ قدام الناس، والرجل يجيبه بتلقائية وعفوية، وأحد الطرفين يستخدم هذا الكلام سيف يصول به على خصمه ويتورط الرجل الضيف اللي مش واخد باله. انت عايز، لو انت عايز عليه مشكلة اعد عليه بتفاصيلها وما احتف بها من حيثيات وكذا، ينتبه يركز يعرف أبعاد القضية فيضبط القول. إنما هو عندما فقط يأخذ نصف الحقيقة أو يسمع لطرف واحد هو مش جاري أصلا إن دي خصومة بين اثنين، هو سؤال عرض له كأنه سؤال عابر. فما ينفعش تستخدم فتوى المفتي كأنه سيف تصول به على خصمك وتحرق قدام الناس. شفت؟ مش أنا قلت لك؟ كأنه أهلي وزمالك ومباراة كورة مش عبادة لله سبحانه وتعالى وعلم شرعي نرجو أن نزحزح به عن النار وندخل به الجنة إن شاء الله. مسألة مهمة، تحين الوقت الملائم للاستفتاء. يعني الغريب أنت تقعد في مجلس يا أخوانا حدش عنده سؤال، مفيش. طيب تقوم أول ما توصل الباب الأسئلة تتدفق. طب ما كنا قاعدين ومسترخيين ويا أيها المستفتون هلموا وأقبلوا. بعد ما الرجل مشي وضب وقفل الكتاب وذهنه تهيأ للاسترخاء، تأتيه بأسئلة. لا ومش أسئلة، أقول لك سؤال، عندي سؤال بسيط جدا، سؤال بسيط جدا ده عايز يسأل الدكتوراه.
وعايز من البحث والتشعب، وكله يدعى الباب، وعشر خمسة عشر سؤال على الباب، احذر أسئلة الباب دي وتأكد أنها لن تبرأ بها ذمتك عندما تسمعها على الباب والمفتي يحيط به عدد من الناس ويسأله هذا وهذا وهذا وهذا، مش هتمشي الدنيا كده. إذا كنت فعلا تعظم شعائر الله عز وجل تحين الوقت الملائم والصيغة الملائمة علشان تأخذ المسألة حقها، ولا يعني تعتسف اعتسافا يخل بالأمر من جانب ويخل المسؤولية على المفتي من جانب، عليه منها كفل وقسط وعليك كفل وقسط، فما سلم هذا وما سلم ذاك. حتى قالوا ان المفتي لما يكون عايز ياكل ياكل اولا، عطشان يشرب اولا، عايز يشرب كرك يشرب كرك اولا، ويتبسط عشان قاعد بس مركز ومنتبه ولا تتشعبه اهواء، عايز يدخل حمام يدخل حمام، بيبقى قاعد ما فيش اي مؤثرات خارجيه. فاحنا بنراعي هذه المعاني، بارك الله فيكم. طب نرجع بقى الى المفتي نفسه بقى، ايه المطلوب منه؟ المسكين الذي ابتلي ووضع في هذا الموضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا تجرير القصد لله عز وجل، وأن ينبعث من جواه شعور بالافتقار إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة. فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تأمل معناها، هذه حقيقة. لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله عز وجل. ينبع الشعور بالافتقار من جواك، محتاج إلى عون الله عز وجل، محتاج إلى مدده، توفيقه، تسديده. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض عليه المسائل، فكان منها ما يسجد الله عز وجل ويستغرق في مناجاة طويلة: يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني، أن تتبرأ من الحول والقوة. مش يعني بذل الجهد في التحصيل مطلوب، لكن في النهاية هو توفيق من الله عز وجل، هو مدد من الله سبحانه وتعالى لا تستغني عنه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. مسألة مهمة، الفصل بين الفتاوى الشرعية والأهواء الحزبية والعلائق التنظيمية. فتوى ملهاش دعوة، لا علاقة له لا بصراع الجماعات ولا التنظيمات ولا الأحزاب، ملهاش دعوة بالكل الكلام ده كله. اوعى تتبنى موقف فقهي وأنت طالب علم وطالب فقه لمجرد أن حزبا ما أو أن فريقا ما يعني تبنى هذه المقولة. افصل، الفتوى بيان لحكم الله عز وجل، ليست بيانا لاختيار التنظيم ولا لاجتهاد الجماعة ولا لترجيح الحزب. لن ينجيك من الله عز وجل إلا التجرد في هذا المقام وابتغاء وجهه وحده. نعم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. في أيضا معادلة مهمة هنا، طول عمرنا بنتكلم عن عالم السلطان، صح؟ الذي يحول أهواء السلاطين إلى فتاوى وإلى مواقف دينية. بس الناحية الثانية في برضه خطر آخر مقابل، عارفين إيه هو؟ أهواء العوام. ما هو الناس، المسألة في النهاية ليس ما يطلبه المستمعون، ما حكم به الله عز وجل، ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتبنى المواقف اللي فيها شدة وكذا لأنه إن ما عملش كده سيسقط من عيون الناس، سيتفرق عنه الناس. المسألة ما هيش الناس، المسألة رب الناس. عارفين اللي ماشي على طريق جسر ملوش سور، فخايف يقع يعني الناحية، فضل يمشي كده لحد ما يقع الناحية التانية، فابقى على الجادة في وسط الطريق حتى لا تسقط لا من هذا الجانب ولا من ذاك، بارك الله فيك. إن أهواء العوام
واعتبارها عند الفتية لا تقل خطرا عن أهواء الحكام والسلاطين واعتبارها عند الفتية. قول الحق ولو كان مرا، قول الحق ولو كان مرا، وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل باطلا، يسعك أن تصمت. من رحمة الله عز وجل أنه هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. ابن مسعود سامع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال له بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يعني الحد الأدنى الذي لا تبرأ ذمتك إذا لم تدركه ولم تحصله، الحد الأدنى أن تعرف بقلبك المعروف والمنكر، لأن أكثر من كده ممكن تتعرض لضغوط تحكمه ضوابط القدرة وغلبة المصلحة، فقد تأتي لحظة لا تستطيع أن تنطق الكلمة، تصادر في لفواه الكلمة، تكلف الرقاب وتكلف الدماء. زمان كان أحد الشعراء كان بيقول أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه حذاري أمية أن تقطعه، إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعه. الله أعلم بالملابسات التاريخية، لكن المقصود قد تأتي لحظة من اللحظات تستضعف حتى عن الكلمة أو عن المواقف العملية، لكن مش ممكن تستضعف عن أن تعرف بقلبك المعروف والمنكر، لأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب، لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. وذا أكثر من مرة قلنا إن شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية العمل. نحن نعتقد الدين كله أصولا وفروعا، لكن لا نعمل إلا ما نقدر عليه. نحن معتقدين بوجوب إقامة الحدود، هل أقمنا حدودا؟ ما أقمناهاش، لأنه ببساطة لا قدرة لنا، يعني شوكة ودولة وسلطة وما في، لكننا نعتقدها دينا، ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه وأن يهيئ له الكيان صاحب الشوكة والمنع الذي يتبنى دين الله عز وجل ويتبنى شريعته ويقيمها في الأرض. فشمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية العمل، شمولية الدعوة لا تعني بالضرورة شمولية الحركة. احنا بنعلم الفقه للناس، بنعلمهم كل أبواب الفقه، بس هل نقدر أن نقيم كل أبواب الفقه؟ لا، نقيم ما نقدر على إقامته فقط. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. التثبت في الفتية، أجرأ الناس على الفتية أجرأ الناس على النار. ناس عندهم، بعض الناس عندهم اندفاع، قبل ما تخلص الكلمة تكون الفتوى طالعة زي الطلقة زي الصاروخ، مش واخد باله ومسكين، ويتحدث يوقع عن الله عز وجل ويقول للناس هذا حكم ربي. هل تعرف حجم هذه الكلمة؟ وهل تعرف أبعادها وتبعاتها ومسؤولياتها؟ ده اللي بيملك التوقيع عن مدير عام الشركة ما حدش قده، أو عن وزير، أو يعني عن ملك، كيف من يوقع عن الله عز وجل الموقع عن رب العالمين مالك يوم الدين سبحانه جل جلاله. مسألة مهمة أيضا، نعلم أنفسنا كلمة الله أعلم، مش عيب ومش عار ومش غلط. والله سألنا كبار المشايخ والمفتين في بعض المسائل، يقول لي طيب اكتب لنا هذه وسوف نستعرضها في اللجنة، مش غلط مش عيب مش عار. حتى قال بعضهم العلم ثلاثة، يعني كتاب وسنة والله أعلم. قال الله أعلم ثلث العلم، تلت العلم، تلت العلم أن تقول لا أدري الله أعلم. حتى قالوا ينبغي
أن العالم والفقيه يدرب نفسه ويدرب تلامذته على الكلمة دي عشان ما يخجلوش منها، ما يستحوش منها، ما يستعروش منها. عادي، لا أعلم فيها إيه، وفي حد أحط بالعلم كله في الدنيا دي؟ في حد أحط بالسنة كلها في الدنيا دي؟ عادي جدا. مالك يسأل في 40 مسألة يجاوب في 4 فقط والباقي الله أعلم. مام أحمد بن حنبل يسأل يقول الله أعلم، اسألوا غير، نسأل مين؟ يقول لهم اسألوا العلماء، أنا مش عارف دي إيه المشكلة يعني. فليست عورة تستر، وما هيش قضية نستخبى بيها إن أنا أسأل في مسألة طبعا أبحث يعني أكلمك بكرة، سيبني أتدبرها، سيبني أتأملها. فاكرين الرأي اللي جاه للإمام مالك وقال له إيه؟ قال له أنا امبارح شفت واحد سكران طينة وماذا يتنطط يتمايل في الشارع كده ويريد أن يسقط القمر بيده، فإنه يده لم يده كده ينزل القمر من السماء عميان. فقلت زوجتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أقبح من الخمر. أنا زوجتي طالق ولا لا؟ قال له ما عرفش، سيبني أبحث، سيبني أدرس، دعني أتأمل. ما هي مسألة يعني مسألة جديدة، واحد عايز ينزل القمر بإيده من السماء، فاللي شافه انفعل وقال أنا إن كان حاجة أقبح من الخمر تبقى زوجتي طالق، كأنه أراد أن يقول لا شيء أقبح من الخمر في دين الله عز وجل. فسابه، قال له حاضر. جاءه في اليوم التالي قال له زوجتي طالق، ليه يا عمي؟ ليه يا شيخنا؟ وفي حاجة أقبح من الخمر؟ قال لا، الربا، لأن الله جل وعلا أعلن الحرب على أصحابه فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي غرائب بقى، أنت بتخش في عالم الفتوى بتلاقي غرائب وبتلاقي عجائب. واحد بيسأل بيقول ايه؟ لو الكعبة انتقلت من مكانها وراحت تزور ولي من الأولياء نصلي ازاي؟ الكعبة سابت المكان فما فيش كعبة، الكعبة اتحركت كده وراحت تزور الشيخ وافد مثلا أو إكس من الناس. طب نصلي ازاي؟ مهم الكعبة مش موجودة، الكعبة مشيت يعني اتحركت كده يعني وراحت زارت والي من الأولياء. فالمسلمين يعملوا في الورطة دي ويصلوا ازاي؟ فقالوا يجوز أن يصلي إلى أرضها، إلى المكان الفاضي بتاعها، ما لسه المكان ده لا يزال حتى وإن خلى من الكعبة. طبعا السؤال مجنون، واللي بيجاوبه أجن منه لأن مش مظبوط الكلام ده. فاللهم هدينا فيمن هديت يا رب العالمين. مرة أخرى، لا أدري ثلث العلم، العلم قال الله قال رسوله ولا أدري. وحتى بعض المشايخ يتعمد يقولها عشان يعود عليها تلامذته وعشان الناس ما يستغربوش وما يستوحشوش عندما يسمع هذه عندما يسمعون هذه الكلمة منه. تعودتها أذانهم فلا تنفر منها نفوسهم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. مسألة المجازفة، أجمع المسلمون، لا كلمة أجمع دي كلمة كبيرة، فيما عدا أمهات الفرائض وأمهات الفواحش الإجماعات قليلة. أجمع المسلمون على كفر ترك الصلاة، يا أخي المسلمون ما أجمعوش، والله ما أجمعوا. فما يعني أنت عايز تخلي الكلام جامد يعني ما كويس، بس يعني بالصدق مش بالكذب. ترك الصلاة قضية خلافية، أجمع المسلم أجمع فقهاء المسلمين على وجوب تغطية وجه والله ما أجمعوا. وبيننا وبينك الفقه والمكتبة الإسلامية وكتب التراث. فدعاوى الإجماع بهذه الصورة لتنصر هذا الكلام لا علاقة له، قد يكون ترك الصلاة كافرا كما يقول صاحبنا، وقد يكون هذا هو الراجح، وقد يكون الراجح أن النقابة واجب وتغطية، بس دي قضية والدعاية الإجماع قضية أخرى. نحن الآن لا نتكلم عن الحكم الفقهي في ترك الصلاة
ولا في كشف الوجه أو تغطيته، إنما بالطريقة التي ينصر بها هذا المذهب، إنك تزعم أن هذا إجماع. لا، ما هو مش إجماع، لأن هينبني على هذا الكلام كلام خطير جدا. ما هو حكم منكر الإجماع إيه؟ من أنكر الإجماع القاطعي كان كافرا، وإذا ده كافر يبقى اللي مكفروش يبقى كافر زيه، فالكفر 99 الأمة. لا، مش كده. أولا، من لم يكفر الكافر فهو كافر. في القضايا اليقينية، يعني من لم يكفر اليهود، النصارى، المجوس، السيخ، المزيين، الأشياء الجلية القطعية الواضحة البينة التي لا يختلف فيها اثنان. أما قضايا اجتهادية ومسائل فقهية ونستدعي فيها إجماعات بهذه الصورة، كلام خطير ينبغي أن احنا نقف يعني أمامه بروية وأناه، ولا نجازف مثل هذه التعميمات. مسألة مهمة أيضا، تربية الناس، التلامذة والطلاب، على عدم الطعن في المخالف. ممكن نخالف، نخالف مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، مش غلط، وابن تيمية وابن القيم والكبار دول الجبال هؤلاء، ما هو عادي. هو الشافعي تتلمذ على مالك وخالف مالك وعمل مذهب، وفضل مالك بالنسبة له حاجة يعني إيه، ما ملء السمع والبصر. أحمد بن حنبل تتلمذ على الشافعي، وعاش يحمل الولاء للشافعي والمحبة والتوقير، ما ترك الدعاء له في أعقاب صلاة من صلواته قط، حتى أحد أولاده يقول له يا أبتي أي رجل كان، أنت خوتنا بالشافعي، وإيه الشافعي ده بالضبط يعني، أي رجل كان الشافعي؟ قال يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل هذين من عوض. هذا الحب الكبير والتوقير العالي جدا ملوش علاقة بالموقف الفقهي، اختار مواقف فقهية كثيرة مخالفة لشيخه وأصبح يعني إمام وصاحب مذهب وله اختيارات فقهية تخالف اختيارات شيخه وإمامه. الهدوء، حتى من تتلمذ على ابن حزم رحمه الله، ابن حزم إمام جليل لكن كان حاد اللسان، يعني كان حادا على المخالف، حتى وهو بيخالف هو بيناقش حتى النصارى ماشي. وقال لوقا لوق الله عيشته ولاقت رقبته وليقت به الأرض، يعني شوية مصطلحات. المشكلة إن اللي بيقرأ يعني الكلام ده بيتشرب الروح دي، بياخد معها الروح دي وبينقلها للناس، فمتعديش مناقشة من غير معركة، ومفيش معركة فيها مباكسة، النفوس على الأقل متغيرة. ولو مشيت مع لوقا ما تمشيش مع محمد وأحمد وعلي ومحمود وخلافات الداخلية وفي أوصال جماعة المسلمين. فتعويد الناس على الخلق العالي وتوقير المخالف والحديث عن المخالفة وليس عن المخالف، خاصة في القضايا الاجتهادية اللي للنظر فيها مساخ والاجتهاد فيها مجال. حزم رحمه الله في كتب التراجم يقولون كانت فيه حدة مغربية، المنطقة دي فيها الدفعة دي، فدي موروثة من أيام ابن حزم رحمه الله الحدة دي، فالحدة دي أثرت على طريقتي في مناقشة الخصوم. وهو إمام جليل، جبل من جبال العلم، ملء سمع الدنيا وبصرها. فقط بننبه على جانب تربوي معين، إن تصدير السماحة وإشاعتها وتصدير يعني الهدوء عند مناقشة القضايا، خاصة المسائل الاجتهادية، لأنها كثيرة جدا، أكثر من أن تنضبط ومن أن تنحصر. لو مع كل مسألة احتقان وفوران دم وارتفاع ضغط، كان جالي طلبة علم كلهم جلطات وزبحات صدرية وغير صدرية، ما ينفعش، بزيادة تتخذ بهدوء. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. التجنب، التساهل في الفتية بتتبع الرخص والتلفيق المزموم، لأني أحيانا شخص يأخذ حتة من المذهب ده وحتة من المذهب ده وحتة من المذهب، ويلف صورة لم يقل بحلها ولا بمشروعيتها فقيه قط.
واحدة جاتنا بعتت لنا سؤال بتقول ان انا كنت ماشية مع واحد قلت بدل ما نكمل في الحرام خلينا نتجوز. طيب نتجوز، هي بعيدة عن اهلها مش عايزة تديهم خبر وظنها احتمال ما هي يفقوش، فهم قاعدين في قعدة انس كده، يلا نتجوز يلا نتجوز. فتجوزنا، في نسيتي الولي ما في، والشهود بيت الله، هل أحد أعظم شهادة من الله عز وجل؟ والملائكة أشهدة الله والملائكة على هذا الزواج. طب يا ستي حد قال لك إن الزواج ده صحيح؟ قلت آه، في ناس قالوا لي ما هو أبو حنيفة قال لا يشترط الولي، ممكن مرأة تزوج نفسها، ومالك لما يشترط الشهود عند إبرام العقد، فاحنا خدنا حتة من عند مالك وحتة من عند أبي حنيفة ركبناهم مع بعض طلعوا حاجة جميلة. طب ما هو اللي قال ينفع من غير ولي ما قالش ينفع من غير شهود، واللي قال ينفع من غير شهود ما قالش ينفع من غير ولي. انت قلتي كلام لا قال به مالك ولا قال به يا أبو حنيفة. هذا التلفيق المزموم لو دخلنا فيه نعمل جزازات مهلهلة وقصاصات مبعثرة لا تصلح بها دين ولا تصلح بها دنيا. انتوا عارفين ان في باب الخمر مذهب الأحناف ان الخمر المحرمة قليلا وكثيرا المتخذة من العنب وما عداها المحرم القدر المسكر الدوز المسكر قبل كده القسم الاول والثاني بدم بيسكرش ما فيش فيه مشكلة. فرد عليهم الجمهور لا ده كل واحد يعني من العنب أو من غير العنب كل محرم قليل هو كثير. فجاء واحد من ترزية الفتاة، ترزي مش في ترزي بيفصل ثياب، وترزي بيفصل قوانين، وترزي بيفصل فقه. نعم. فقال أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر، الحرام ما اتخذ من العنب والقدر المسكر. نعم. وقال الحجازي الشرابان واحد، يعني واحد في التحريم وخطأ واحد يعني، فقال فحلت لنا من بين قولهما الخمر سأخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر. التلفيق المذموم من تتبعه اجتمع له أفسد مذهب وأفسد رأي وأفسد دين، ولا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل بهذه الصورة. أيضا المقابل، الفقه هو الرخصة من العالم الثقة، أما التحريم فيحسنه كل أحد. الفقيه الذي يبحث في الأدلة الشرعية عن مخرج صحيح مناسب، إطلاق القول بالتحريم في كل شيء ليس بتبحر فقهي وليس بقوة في الدين، لأن الجرأة على التحريم كالجرأة على التحليل، تحريم حكم شرعي والتحليل حكم شرعي، لابد أن يستند هذا وذاك إلى دليل، وإلا فقد قال ربي جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا يعني مسألة مهمة، أهلية التحديث والخطابة والوعظ والإرشاد غير أهلية النظر الفقهي والإفتاء. أحيانا قد يكون المفتي لو جلس يخطب بعد دقيقتين لا تحب أن تستكمل السماع، ما عندوش دربة الحديث العام وهز المشاعر وتحريك يعني عواطف الناس، لكنه جبل في الفقه. فدي أهلية ودي أهلية ودي قدرة ودي قدرة. إحنا بنعتبر أن أي واحد عارف يخطب أو يدي درس أو يعمل محاضرة فهو المفتي والفقيه والمفسر والمحدث وكل واللغوي وكل حاجة. لا، إحنا انتهى زمن العالم الكشكول ده. إحنا عندنا كليات متخصصة وعندنا ناس مشايخ متخصصين في كلية للشريعة درس الفقه وأصول الفقه ونحو، كلية لأصول الدين درس التفسير والحديث والعقيدة،
وكلية للغة العربية وكلية للدعوة وكلية إعلام إسلامي. مش بالضرورة أن كل متخرج في هذه الكليات أن يكون محيطا بالشريعة أصولا وفروعا وقادا على الإفتاء في النوازل، فتلك أهلية وتلك أهلية، وينبغي أن نراعي هذا لا سيما في زمننا هذا. بعد هذا الرفق بالمستفتين. أحيانا المستفتي بيبقى جاي وعنده مشكلة ومنكسر وخايف يتكلم وعارف أنه غلطان، فلا ينبغي أن يتذأب عليه وأن يكون شرسا. المفتي ويتحدث معه لابد أن يرفق به وأن لا ينظر في ذنوب الناس كأنه رب، وأن ينظر في ذنوبه هو كأنه عبد. الكلمة التي قالها المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإن من الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وفي النهاية نعم نحمد الله على العافية، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.